قلب انشرح للكابتن ميتشو ده. يعني انا حاسس كده انه ان شاء الله ربنا هيكرمنا معاه، وبعد الكاس ده ناخد السوبر، وبعد السوبر ناخد الدوري، وبعد الدوري نطلع بطولة الاندية. عندي امال كبيرة. هم الزملكاويه كده يا جماعة، اول ما يشموا نفسهم يبتدوا زي ما انتوا شايفين كده الصور اللي طالع معاكم دي. مصر كلها زملكاويه بس ما بتقولش، مصر مليانه زملكاويه بس مختفيين، مصر مليانه زملكاويه بس مش قادرين يقولوا، مش قادرين يتنفسوا، مش قادرين يعبروا عن نفسهم. النهارده آن الاوان ان كل واحد يطلع يقول يا زمالك يا مدرسه فن ولعب وهندسه. مش قادرين ليه يا استاذ عمرو اديب يقولوا ان هم زملكاويه؟ دايما استاذ عمرو اديب بيحلم احلام ودايما ما بيحققهاش، والغريب ان هو بيستمر في الاحلام. هناخد دوري والسوبر والكاس وبطوله افريقيا. وقف يا عم وقف بس. على فكره يا احمد، احنا جبنا رؤساء انديه ولاعبين واهلام، وكان عندنا جمهور بيتحدث في نفس الفكره، بس اعتقد يكفي القدر ده، لان الجمهور ليه كل احترامه لانه بيفكر كجمهور، انما المسؤول او الاعلامي ما ينفعش يقول كده. وعشان كده حابين نتكلم في حاجه، تصريحات كابتن اسامه حسن وتصريحات استاذ صبحي عبد السلام هي خلفيتها فتره كان بيترمى فيها التصريح ياخد السوكسيه عند جمهور نادي الزمالك، يعلى ما يكونش فيه الرد من النادي الاهلي او جمهوره او بشكل كبير يكون فيه تسليط الضوء عليه، فيبدا الموضوع يتحول لفكره ان الشخص ده بقى بطل. اقول لك حاجه فارس، حتى لما بيكون فيه رد صدقني والله وبيسمعوا الرد وبيوصل لهم الرد، بس هو ده الطريق السهل. والله يا احمد دلوقتي بسمع كلام منهم ان كل مره بتقولوا حاجه عن النادي الاهلي بتحرجونا وتحرجوا نفسكم، واعتقد النهارده بينا قد ايه ردودنا بالاحترام بدون تجاوز وعلى لسانكم، لان انتوا نفسكم اللي رديتوا، عشان نقول لكم ان هيظل النادي الاهلي خط احمر في عين جمهوره ومسؤولينه، مش بس عشان لون تيشيرته او شعاره، انما عشان تاريخ النادي الاهلي كتب بخط احمر، وهيفضل نسر النادي الاهلي يعلق ويطير في السحاب، وهنفضل النادي الاهلي النادي الاعظم داخل مصر.